ندوة رسامي خرائط الخليج من الماضي إلى الحاضر التي شهدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية. تم خلالها أيضا عرض عدة أوراق عمل من قبل الباحثين والمهتمين حول الخرائط، فلنتابع. الإرث الثقافي والذي ينتقل عبر العصور هو في الحقيقة له عدة أشكال، ومنها الوثائق المكتوبة من كتب ورسائل وخرائط وغيرها، حيث إن للخرائط التاريخية دورا كبيرا في إعطاء المعلومات عن الأقاليم والحدود وأسماء المناطق والفترة الزمنية، وذلك عبر الفترات التاريخية المختلفة. هذا ما أكده سعادة علي إبراهيم المري مدير عام دارة سلطان القاسمي خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة البحثية رسامي خرائط الخليج من الماضي إلى الحاضر التي أقيمت بدارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية. الندوة هي تتكلم عن تاريخ الخرائط من القديم إلى الحاضر. تناول الندوة إن شاء الله خلال اليوم على مدى المحاضرات اللي موجودة. تبتدي من التاريخ القديم من أول ما بدأوا الخرائط لمنطقة الخليج إلى الحاضر، وطبعا تنوعها، مداياتها، أنواع الرسم، طريقة الرسم. الندوة حضرها عدد من المهتمين، حيث تمت مناقشة تاريخ الخرائط والتطورات التي طرأت عليها، فمن الخرائط المدنية والملاحية التاريخية إلى الطبوغرافية والجيولوجية، وحديثا تم استخدام الحواسيب لعمل الخرائط والأطالس العالمية. نحن هنا للحديث عن الكارتوغرافيا لأنها مهمة في العلوم الاجتماعية وخاصة في منطقة الخليج التي شهدت تغيرات كثيرة كأسماء المدن والمواقع التي تغيرت فيها بشكل كامل. كما قدم الدكتور لوران فاريت مدير مركز البحوث في جامعة السوربون بباريس عرضا تقديميا حول جامعة السوربون وما تحويه من اختصاصات أكاديمية وأفرع ومراكز للبحوث، مشيرا إلى إنجازات الجامعة البحثية والعلمية. وقد تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عقب الجلسة الافتتاحية للندوة إهداء من السيد إيريك جيروتيلم القنصل الفرنسي العام في دبي والإمارات الشمالية، متمثلا في صورة فوتوغرافية تجمع سموه بالرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان. لأخبار الدار عايدة طاهر.